أيضا على يوتيوب. نحن دوما على يوتيوب مع المزيد من الفيديوهات الجديدة والجميلة. اليوم البربريس. البربريس عنوان كبير للجمال وللشفاء. البربريس أحد أنواع التوت اللذيذ جدا والمفيد جدا والمهم جدا في حياتنا. البربريس استخدموه الأمريكيين منذ مئات السنين، واستخدموه المصريين القدماء في التخلص من الأمراض المعدية ولمنع الأمراض المعدية، وأيضا المصريين القدماء استخدموه مع بذور الشمر، سوية للتخلص من الأمراض والعدوى والالتهابات. إذن البربريس استخدم منذ مئات بل ألوف السنين في حضارات كثيرة في العالم. البربريس العنوان الجميل الكبير للجمال وللشفاء. ملعقة واحدة قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء من زيت تم وضع البربريس معه يعطي نتائج كثيرة جدا. البربريس يمنحنا أشياء لا يمكن أن نتصورها. البربريس بيعطيك أشياء لا يمكن تتصوريها، لا يمكن تتصورها. كله فائدة، كله خير، كله بركة. البربريس نأخذ البربريس ونضع مع زيت الزيتون، هكذا نأخذ البربريس ونضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه زيت الزيتون. فرقعت الجنينة.
هذا الآن الزيت جاهز، نضعه في المنزل ونشرب منه ملعقة كبيرة قبل كل وجبة، نأخذ ملعقة كبيرة ونشرب قبل كل وجبة، قبل كل وجبة نأخذ ملعقة كبيرة منه ونشربها، نخلطهم جيدا ونأخذ ملعقة كبيرة ونشربهم قبل كل وجبة، يعطينا نتائج جبارة جدا. انظروا إلى زيت البربريس الرائع جدا. زيت البربريس والبرباريس بيحتوي على مركب اسمه البربرين من عائلة القلويدات المعروفة بقدرتها قدراتها الخارقة سبحان الله على الشفاء وفي الجمال. البربريس والمجموعة الفواكه والخضار اللي فيه قلويدات تكافح تلف الخلايا. إذا بشرتك فيها مشاكل أفركي وجهك بهذا الزيت قبل ما تنامي بشكل ممتاز جدا، وتركيه ساعة ساعتين وانت سهرانة، وبعدين امسحيه بماء ورد بأي شيء، أو بالنهار تقدري تحطيه على بشرتك دقيه بشكل ممتاز مع زيت زيتون أو مع خل تفاح أو مع ماء ورد، أو لوحده إذا مجفف جدا، هذا طازج إذا مجفف جدا تطحنيه مثل بودرة وتستخدميه ضمن خلطاتك من عجائب الدنيا، بيعالج تلف البشرة والخلايا بشكل ممتاز جدا. الزيت هذا زيت البربريس بيعالج تلف الخلايا، زائد بينزل السكر بشكل ممتاز جدا. البربريس بينزل السكر بشكل ممتاز جدا وبشكل لا يمكن تتصوره، حتى انه كل غرام ونص من البربريس ممكن ينزل لنا 2% من السكر من قوته بتنزيل السكر. فاللي بياكل كمية جيدة منه كل يوم كده ترى بنزل السكر بشكل حقيقي وفعال جدا، زائد بيستخدم للقولون العصبي، زائد للنمش للبشرة، للكلف، للتصبغات، للتجاعيد، تعفن الأمعاء. إذا أكلتي أكل وتسمم بطنك أكلي منه، إذا عندك دزن طاري زحار زحار كذا ما في أزين منه للمصارين وللقولون ولقرحة المعدة. زائد البربرين ما بيخلي الوزن يرتفع، بيخلي بيساعد بشكل ممتاز جدا على اكتساح الكوليسترول والشحوم الثلاثية. اللي إذا عندك كوليسترول وشحوم ثلاثية اشرب من هالزيت هذا قبل كل وجبة، ملعقتين كبار قبل كل وجبة، خلال شهر شهر ونص تشوف العجائب إن شاء الله تعالى. الشحوم الثلاثية للكوليسترول، للي عندهم كرش، للي عندهم التهاب لثة، إذا عندك التهاب باللثة ها، أو انحسار في اللثة، تاخذ من هذا الزيت بعد طحنه مع البربريس او مع خل تفاح او مع المره مطحونه، وتفرك في اللثه من عجائب الدنيا للثه سبحان الله. هذا البربريس. زائد اللي عنده حب شباب اطحنوا، اذا مجفف اطحنوا مثل بودره وخلطوا مع خل تفاح نقي عضوي ومرة مطحونة مثل بودرة، أو لبان إذا ما لقيت حط عليهم شوية كركم وأفرخ فيهم المكان، حب الشباب، البثور، الحبوب، الدمامل، بالراس، بالجسم، باليدين، بالظهر، وين ما كان ما في أزين منه أسرع منه بهذا الأمر سبحان الله. زائد يحسن الهضم جدا، زائد بيساعد جدا بضبط دقات القلب، خصوصا اللي عندهم ضعف بعضلة القلب، الناس اللي عندهم
الضغط مرتفع، بينزل الضغط بشكل جيد فعال، خصوصا بعد الاستخدام لفترة. زائد زيته هاد تأخذ ملعقة كبيرة ينزل لك الضغط منه مع زيت الزيتون، واحصل عليه شوية ليمون. إذا عندك الضغط مرتفع خذ ملعقة كبيرة مطحونة مع زيت الزيتون، واحصل عليه ليمون، ليمون حامض صفر، واشربهم مع واشربهم على الريق مع سن ثوم صغير، دقوا حطوا معهم وتشوف العجائب بتنزيل الضغط بقدرة الله تعالى. أو تطحن زعرور، زعرور الزعرور تطحنه وتحطه معهم مع البربريس وزيت الزيتون. إذا عندك ضغط مرتفع بإمكانك تجيب الزعرور تطحنه مثل بودرة وتحطه مع البربريس مع زيت الزيتون، وتضربهم بالخلاط الكهرباء مثل ما عملت، وتشرب ملعقة كبيرة قبل كل وجبة كده كده كده، زائد لدقات القلب وخصوصا بسن اليأس بصير يصير بسبب اضطراب الهرمونات، بصير دقات القلب عندك بصير دقات القلب مثل الرفرفة، مثل فرفر 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 قلبك، بصير دو 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 بتروح دو 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 بتروح. هاي الفرفرة هذه ترى بيعالجها البربريس سبحان الله. ايضا اذا الدورة عندك متلخبطة ترى بيحفز الدورة بشكل ممتاز جدا. زائد البربريس منظف جبار للبشرة، البربريس منظف رائع جدا للبشرة، للنماش وللكلى وللتصبغات، ما في احسن منه. افرك في وجهك انه اذا مجفف هذا طازج، هذا طازج، بعده طازج. اذا كان طازج اطحني مع خل تفاح شويه مع او ماء ورد شويه وحطيه على وجهك كده 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 كده، ما في سريع جدا بالباريس، ما في ازين منه. واللي عنده سكر ايش اكل منه وادعي لي، ما في ازين منه، خصوصا اذا عملته مع زيت بينظف لك الشرايين، بينظف لك القلب يا مريض السكري، بيزبط لك الاعصاب، ما في احسن منه للاعصاب. غني جدا بالصبغات اللي بتآزر الناس وعباد الله، احببناكم في الله فاحبونا فيه. الله يستر عليكم، الله يرحمكم الوالدين. شاركوا الفيديو بالواتساب، تكتبوا لي تعليق، شو بتخسرين؟ شو بتخسر اذا كتبت تعليق؟ انا بسالك شو بتخسر؟ تخسر شيء؟ تخسر شيء اذا حطيت لايك لهالفيديو اللي بتعب بيه وبتخسر فيه وبدفع من جيبتي عشان اعلمك الخير والبركه واخليك تشوف النور. الله يستر عليكم، الله يجعلكم من اهل الجنه انتم والدينكم. ما تروح الا وحتى تكتب تعليق وتحط اللايك وتشترك بالقناه، فديت ابوكم، انشروا بالواتساب، شاركوا الفيديو بالواتساب، ما بتخسروا شيء. اذا كبستي على السهم وشاركتي بالواتساب وشاركت بالواتساب والله ما بتخسر شيء، ما انت خسران شيء، الواتساب ببلاش. الله يستر عليكم، الله يرحمكم الوالدين. نحن دوما على يوتيوب. مالي معايا القمر، مالي ومال النجوم، مالي ومال السهر، مالي ومال الهموم. مادام معايا القمر ما خافي غدر الليالي، ماشي بسكة سفر ماشي لهمي لحالي. مادام معايا القمر